الشرق الأوسط بشكل عام، وانعكاسات هذه الأوضاع على الدولة المصرية المتأزمة اقتصاديا، وتأثيرات المشروع المحتملة على جيرانها خاصة ليبيا. أبوظبي التي تميزت سياساتها الخارجية خلال العقد الماضي بالتدخلات العسكرية المباشرة والسيطرة على موانئ وقواعد استراتيجية في دول كاليمن وليبيا، يرى محللون أنها عادت إلى سياسة كانت قد انتهجتها سابقا عبر توسيع نفوذها الاقتصادي وتحسين صورتها الدبلوماسية. فهل تندرج الصفقة الجديدة مع القاهرة تحت هذا الإطار؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها أرحب بضيوفي في حوارية الليلة. ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية السيد نبيل ميخائيل، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي سي صلاح البكوش، وعبر سكايب من تونس مدير المركز المغربي للأبحاث حول ليبيا السيد رشيد خشانة. عبر سكايب من واشنطن ينضم إلينا من هناك أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة سيد إبراهيم هيبة. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. لعلي أبدأ معك سيد ميخائيل، وهذا الحديث حول هذا التوجه الإماراتي إلى إنشاء استثمارات كبيرة على حدود ليبيا، أود أن أستفهم معك في البداية حول دلالة هذا الاستثمار الإماراتي الأخير في مصر وتركيزها على مدن ساحلية تحديدا الساحل الغربي المحاذية للحدود الليبية عندما نتحدث عن محافظة مرسى مطروح. تحية لك أستاذ نبيل، وشكرا على الدعوة الكريمة، وتحياتي للضيوف الأعزاء الأستاذ البكوش والأستاذ هيدا والأستاذ إخشالة. بالنسبة لما حدث في مصر من توقيع على اتفاق سخي من الناحية المالية 35 مليار دولار، أعتقد أن له علاقة وثيقة بالوضع الاقتصادي الصعب والمتأزم في جمهورية مصر العربية. يعني رئيس الوزراء نفسه مصطفى بدبولي بيشكر الشعب المصري على تحمله لمصاعب اقتصادية في غاية الصعوبة، فالإمارات هي من تساعد مصر وتسعفها اقتصاديا في هذا الأمر. طبعا هناك عدة تساؤلات، هل سيتم طرح مبلغ 35 مليار دفعة واحدة على أي أو على مدى كم عدد من السنوات سيتم تقسيط هذا المبلغ استثمارا، ما هو يعني حجم، ما هي حجم الوحدات السكنية التي ستبنى، ما يقصد بكلمة مدن ساحلية وغيره. لكن طبعا يعني هذه المحطة ليبية، فنحن نقدر كل التقدير الوضع الأمني في ليبيا، ومن حق ليبيا أن تعرف عن البعد الجيوبوليتيكي والبعد الاستراتيجي لهذا. أنا أرى أن الأمر في المقام الأول هو اقتصادي، وهو يعني تعزيز لدور دولة الإمارات كفاينانشال باور هاوس أو كمركز ثقل اقتصادي ومالي كبير، وأيضا هي مستمرة في دعم الحكومة المصرية، ولا يمكن إنكار أيضا أن هذا يساعد الحكومة في يعني مقاومة التوجهات الإسلامية والتيارات الإسلامية وبالذات جماعة الإخوان المسلمين، هذا أمر لا يمكن نفيه. لكن لا أعتقد أن الإمارات ستستغل بناء تلك الدول، وسأكون مختصر، لأن تكون مثلا قاعدة مخابراتية أو عسكرية للتدخل في ليبيا أو مراقبة الأحوال الليبية من الداخل، لأن هناك طرق أخرى كثيرة يمكن لمصر وللإمارات والأمريكا وروسيا يعني مراقبة الوضع الأمني في ليبيا وتدخل فيه. هناك ساحل البحر الأبيض المتوسط، هناك أقمار التجسس، هناك أجهزة التسلط، هناك جواسيس وعملاء، فلا أعتقد أن هذا المشروع يسعى إلى ضرب ليبيا من الداخل، أو ستكون يعني فرانت لاين أو نقطة مواجهة مباشرة ما بين مصر وطيارات. لكن ما المظاهر التي تؤكد ذلك يا سيد نبيل؟ ما المظاهر التي تؤكد ذلك؟ طبعا خصوصا وأن هذه المنطقة سيكون فيها من باب من بين المشاريع هو تطوير الميناء أو تحويل ميناءين مطورين بشكل كبير، لكن ما المظاهر التي تؤكد بأن الإمارات ليس لها أي أهداف أخرى غير ما ذكرت، خصوصا لو تحدثنا عن تجربها في اليمن وحماسها للتحرك في موانئ مختلفة، اليمن الصومال أنت تدرك ذلك تماما، لكن لماذا تعتقد بأن الأمر مختلف كليا في ليبيا من حيث النموذج؟ عدة أسباب وأيضا سأكون مختصر. البعد الجغرافي
ليبيا ليست قريبة جغرافيا من دولة الإمارات. ثانيا يعني إذا كان دليلي هو تصريحات المسؤولين الإماراتيين والمصريين، فلم تصدر أي تصريحات من أي مسؤول مصري أو من أي جهة رسمية إماراتية أو مصرية بأن تلك الوحدات السكنية أو المدن الساحلية أو تطوير عدة مواني على الميديترينيان هي بغرض عسكري استراتيجي. لو مثلا شفنا مناورات مصرية عسكرية إماراتية على حدود مصر ليبيا، فسنعرف أن الرسالة موجهة إلى الأطراف السياسية في ليبيا. فإذا كان المعيار هو تصريحات المسؤولين المصريين والإماراتيين فسألتزم بهذا. إذا كان هناك أي جديد قد أغير رأيي، نعم، قد أعتذر عن أي خطأ في التحليل، لكن واضح. أكتفي بأن لا توجد أي إشارة من الدولتان بأن هذا موجه ضد ليبيا. إلى أي درجة سيد صلاح بكوش تشاطر سيد ميخائيل بأنه يجب الوقوف عند فقط ما ذكره المسؤولون سواء الإماراتيون أو حتى المصريين على تحديدا رئيس الحكومة، والاعتقاد بأنه الموضوع أو هذه الصفقة لن تمتد إلى أبعد من أنها صفقة استثمارية ما بين دولتين أبوظبي واستثماراتها المالية في مصر، أم على العكس تماما تعتقد بأنه هذه الصفقة قد تلبي بعض الطموحات التوسعية الإماراتية؟ لو نظرنا إلى أن هذا الشريط الساحلي يمتد تحديدا من مدينة الضبعة إلى اتجاه مرسى مطروح وهي القريبة من ليبيا، ما رأيك في كل ما قال أو ما قيل حول هذا الجانب؟ نعم، أنا أشاطر ضيفك في أن الصفقة اقتصادية في المقام الأول، ولكن أيضا أشار هو إلى شيء مهم وهو البعد السياسي لهكذا تحرك. نحن نعرف أن الإمارات تحاول في 10-15 سنة الماضية أن تلقي بثقلها العسكري والسياسي والمالي في المنطقة، وفي محاولة الهيمنة على الأمور فتدخلت في ليبيا وتتدخل في الجزائر في السودان وتدخلت في اليمن وما إلى ذلك، ولكن ربما الآن تحولت أكثر فأكثر عادت إلى حجمها الطبيعي وتحاول التأثير عن طريق المال. بالطبع ما يحدث في مصر من أزمة اقتصادية أو كارثة اقتصادية سيؤثر سلبا على النظام المصري القائم، سيؤثر سلبا على وكلاء النظام المصري في ليبيا، هذا واضح، لأن السيسي في مأزق اقتصادي كبير، وهذه الصفقة سوف لن تنقذه من هذا المأزق لأن مأزق كبير جدا. يعني نحن نعرف على سبيل المثال أن الديون المصرية بلغت 164 مليار دولار، وأن الالتزامات أو الدفعات لهذه الديون ستبلغ هذه السنة في 2024 32 مليار دولار، وهو ثلثي دخل الحكومة المصرية. فهذه الأزمة الكبيرة إن تفاقمت وسقط السيسي سيكون ذلك زلزال في المنطقة، وسيؤثر تأثيرا كبيرا على ما يجري في ليبيا كما نعرف. فهذه هي الأمور التي تحدث الآن، وأعتقد أن هذه الصفقة هي محاولة لدعم النظام المصري القائم في القاهرة، ومحاولة تفادي سقوط هذا النظام وتداعيات ذلك. وبالتالي سيد هيبة، أين يتداخل الأمر الآن فيما هو جغرافي وحتى سياسي واقتصادي أمام ما طرحه الضيفان في نظرتهم لهذه الصفقة والأهداف المستقبلية بين ما هو معتبر سيد نبيل ميخائيل عن أنه استثمار اقتصادي لأكثر، بين ما ذهب فيه سيد صلاح البكوش على اعتبار أنه مساعدة ما بين الحليفين في ظل الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية متفاقمة؟ لكن أنت ترى بأن الأمر ربما فيه نوع من التداخل لو أردنا نتحدث عن المنطقة الجغرافية الآن التي ستقام فيها هذه المنطقة وسيتم تطويرها وهي قريبة من الحدود الليبية، نتحدث عن مرسى مطروح. أهلا بك سيد نبيل وأهلا بضيوفك الكرام. يعني هو أنا في تقديري يعني الموضوع له شقين، شق اقتصادي وشق سياسي.
من جانب الاقتصادي انا اعتقد كما اشار الضيوف الكرام ان الدوله المصريه يعني تعاني من ازمه اقتصاديه خانقه منذ فتره طويله، والانفليشن يعني عاليه بشكل كبير، وهناك عجز للدوله عن تلبيه الخدمات والسلع للمواطنين المصريين، وهذا امر خطير، وهذا جاء على حساب الشعب المصري. في المقابل الدولة المصرية تحاول أن توجه ثقلها أو نفقاتها وإمكانياتها من أجل تطوير البنى التحتية في مصر، أملا في أن يساهم ذلك في رفع الاقتصاد الوطني المصري. ولكن هذا الموضوع لقى الكثير من الانتقادات من كثير من النخب المصرية، يعني بتقديري على أن الأولوية هو للشعب، وأن تطوير البنى التحتية لا يجب أن يعطى الأولوية الكاملة، ولكن يجب أن يكون يعني بشكل متوازن مع قدرة الدولة على تلبية الحد الأدنى على أقل تقدير للخدمات والسلع ورفع مستوى الدخل للمواطن المصري. وبالتالي هذا من جانب الاقتصاد، بالتالي جاءت هذه الصفقة في إطار الضعف أنا في تقديري والحاجة الملحة للدولة المصرية للحصول على تمويل بالعملة الصعبة اللي تختصر الحكومة المصرية في هذه الظروف. وبالتالي وجدت أنا أعتقد أن الدولة الإماراتية فرصة حقيقية من أجل أن تستثمر يعني جزء من أموالها وإمكانياتها في مصر، وتفعل ذلك الدولة الإماراتية، وأعتقد أنها من الدول الناجحة اللي لديها استثمارات خارجية كبيرة في كثير من دول العالم. وبالتالي استغلت أنا في تقديري ضعف وهشاشة الاقتصاد المصري وحاجة الدولة المصرية إلى استثمارات وإلى أموال من أجل الظفور بهذه الصفقة. هذا الوضع واضح سيد إبراهيم. الموضوع لديه جانب سياسي مهم أيضا. الجانب السياسي أن الإمارات كان لها دور في مجيء السيد السيسي أنا في تقديري للسلطة، أو سيطرة خلينا نقول الحزب العسكري اللي هو يحكم مصر من 53 تقريبا عند اليوم، باستثناء فترة السيد مرسي اللي حدث فيها انتخابات وبعد ذلك تم اسقاطه للرجوع الى السلطة. وبالتالي مصلحة الامارات ومصلحة السعودية ومصلحة الدول اللي تجمعها علاقة قوية بالنظام المصري ان يكون هناك نوع من الاستقرار في مصر، خصوصا في هذه الظروف الحرجة اللي تمر بها مصر. وبالتالي تقديم الدعم الاقتصادي بهذا الشكل بمشروع كبير تقريبا يصل إلى 150 مليار أو 160 مليار، منها 35 مليار تقريبا يعني كاش هيصل إلى الخزانة المصرية، أنا أعتقد أن الجانب السياسي لعب دور مهم في هذا واضح يا سيد إبراهيم. اتخاذ هذا القرار. الاستثمار المصري الإماراتي اقتصاديا في مصر متعدد الواجهات، ما هو متعلق بالنقل، الاتصالات، الغذاء إلى غير ذلك. لكن أنا استفهامي كان عن أبحث عن إجابة عن الدلالة المكانية لاختيار هذا الموقع بأن تستثمر فيه الإمارات، وهو قريب من الحدود الليبية المصرية. ألا ترى فيه أي شيء من الدلالات يمكن قراءتها؟ أم من الأمر عادي جدا ولا يحمل أي بعد آخر؟ لو نتحدث عن طبيعة التدخل من قبل الدولتين وعلاقاتهما بالأطراف المهيمنة هناك. أنا أعتقد أن الموقع الجغرافي اللي تم اختياره أنا أعتقد قد يكون له أثر إيجابي على الدولة الليبية. ليه؟ يعني كما تعلم يعني أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية حادة، والأزمات الاقتصادية المصرية هي ليست جديدة يعني منذ فترات طويلة، ومصر تعاني من أزمات اقتصادية حادة. الأزمات الاقتصادية أثرت على ليبيا بتصدير مشاكل مصر إلى ليبيا، وبالتالي خلق نوع من الاستثمار على الحدود الليبية يعني قريب من الحدود الليبية، أنا أعتقد أنه قد يغلق أبواب كثيرة من المشاكل الاقتصادية المصرية على وعدم يعني تحويلها إلى ليبيا خلينا نقوله. هذا من جانب إيجابي. ولكن من جانب الجانب السلبي أنا أعتقد أن ليبيا أيضا يجب أن تفكر في المستقبل أيضا، وبالتالي نحن تأخرنا كثيرا. يعني هناك أنا في تقديري مراكز كثيرة حديثة اليوم بنيت في مصر، وهي ستكون بالتأكيد مفيدة للاقتصاد المصري،
ولكن علينا نسأل نفسنا اليوم، احنا الليبيين اللي منقسمين على انفسنا، اين نحن من هذه التطور اللي يحدث في دول الجوار، سواء كان في مصر او في الجزائر او حتى في تونس او في دول الخليج، من وبالتالي اين موقعنا؟ هل سنكون فقط اداه ضعيفه او رقم ضعيف في اقتصاد المنطقه، ام سيكون لنا دور في اقتصاد المنطقه ويكون لنا رياده نوعا ما؟ بالتالي انا اعتقد ان هناك فرص كبيره تضيع على ليبيا للاسف الشديد في ظل هذه الظروف، هذا الانقسام السياسي والانقسام الامني والعسكري والصراع الدائر داخل ليبيا، وهذا ربما يعني شيء محزن انا في تقديري. ولكن دلاله المكان، لا اعتقد ان لدوله الامارات اي نوايا. هي ليست دوله اقليميه بالمناسبه، هي ليست دوله تصنف على انها دوله اقليميه، هي دوله ممكن وصفها بانها دوله مثل دوله سنغافوره مثلا، هي نجحت لديها تجربه اقتصاديه، انا اعتقد انها ناجحه في المنطقه، اصبحت وجهه للاستثمارات العالميه، وهذا شيء ايجابي انا اعتقد يخدم الاماراتيين بشكل كبير، وحاولوا استغلال لو لم تشهد أي الازمات اماكن فراغ. لو لم تشهد الازمات البلدان المختلفه ازمات امنيه وعسكريه وحروب، لو ضربت لك مثالا باليمن البعيده وحتى ليبيا القريبه، لكنا سلمنا بانه هي دولة اقتصادية ولديها طموح اقتصادي للتطوير والتنمية، لكن عندما تحول هذا الدور الاقتصادي إلى دور عسكري تتدخل فيه الإمارات وتحاول أن تنصب حكاما جدد في مختلف الدول، هذا الأمر يبقى أمام استفهامات عديدة. أنا في عجالة، اسمح لي فقط، هو كلامك صحيح، أنا أعتقد أن يعني هو طبيعي سلوك الدول يعني تستغل ضعف الدول الأخرى، بل احيانا اذا كان تقدر الدوله تغير نظام سياسي او تغير سياسه لدوله ما فلا تتوالى في فعل ذلك، وبالتالي الامارات تتصرف بعقلانيه كبيره، عقلانيه سياسيه، بالتالي لعب دورها في اليمن ربما لديه ارتباط بالدور الامني الاستراتيجي، في ليبيا، في السودان ربما لديه طموح اقتصادي في المستقبل لتوجيه سياسه هذه الدوله ويكون لديها نفوذ، وهذا شيء طبيعي. في الماضي عندما كانت ليبيا في عهد القذافي دوله مستقره، على نقول نظام سياسي مستقر، واضح تماما ايضا في كثير من اماكن في العالم يعني. نعم، ساعود لك سيد هيبه مره اخرى، اسمح لي انتقل للسيد رشيد خشانة. ذات النقطه للاستفهام حول هذا الضخ الاماراتي الذي يقدر الان بنحو 35 مليار دولار تضخها الإمارات لإنشاء وتطوير منطقة رأس الحكمة التي هي قريبة ومتصلة بالحدود الليبية، لو قارناها بحالة النشاط الإماراتي في ليبيا ككل، إن كان بشقيه السلوك الناعم أو عن طريق القوة الخشنة عسكريا بدعم أحد أطراف النزاع فيما مضى، كل ذلك ما الذي يعني هذا الأمر عندما تضخ الإمارات مثل هكذا مبلغ في تقديرك؟ تحياتي إليك وإلى ضيوفك الكرام. في العادة نعتبر يعني يعتبر المرء أن الاستثمارات في أي بلد عربي من بلد عربي آخر هي أمر محمود وقد يساهم في التنمية وتحقيق مشاريع كبرى، ربما الدولة المعنية لا تملك الإمكانات لذلك، لكن عندما يكون هناك تدخل سياسي موازي لهذه الاستثمارات، وعندما تكون هناك مساعي لخلق دولة إقليمية، قوة إقليمية من خلال هذا التدخل الاستثماري، وأحيانا يترافق مع تدخل عسكري كما رأينا في ليبيا من خلال دعم الجنرال خليفة حفتر، وفي اليمن أيضا هناك تدخل عسكري، هذا التدخل السياسي إذا ما رصدناه من أمثلة ملموسة مثلا تونس ومصر المتشابهتين في الاقتصاد، هناك ظرف اقتصادي صعب جدا في البلدين كما هو معلوم وبدون دخول في تفاصيل، ومن الناحية الإماراتية هناك استغلال لهذا الضعف من أجل أنها تقود ما يمكن أن نسميه بالثورة المضادة في العالم العربي. لا يجهل أحد أن الإمارات يعني لم تكن مسرورة بالثورات التي حصلت في العالم العربي وسعت إلى تمويل قوى الثورة المضادة، بل أن تصبح هي قائدة الثورة المضادة في هذه البلدان. مثلا في تونس عندما تمت انتخابات برلمانية في سنة 94 2014
الإمارات أهدت لحزب الذي كان مستبدا بتونس، حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، ليس لهذا الحزب، ولكن أعطت لحزب آخر وريثه اللي هو حزب يعني مولدته بسيارات مصفحة أثناء الحملة الانتخابية، بينما في تونس ليس هناك خطر كبير من هذا النوع. يعني مرة صارت حدث استثنائي. أيضا عندما نعلم أن الإمارات سمحت للموساد بأن تقتل القيادي الفلسطيني المبحوح الذي كان مقيما في دبي، فهذا يدل على أن هناك تعاون بين العدو الإسرائيلي وبين الإمارات في هذا المجال. في الحقيقة هذه التدخلات الإماراتية لها غايات ولها آليات، والغايات كما قلنا هي أن تتوسع وتتمدد ليس فقط في شمال إفريقيا، يعني في ليبيا وتونس بالأساس، وإنما أيضا في المحيط الإفريقي في منطقة الساحل والصحراء، سواء بتمويل قوات فاغنر الروسية التي تتحرك بقوة الآن في مناطق عديدة من إفريقيا أو بوسائل أخرى. يعني الإمارات تسعى أن تكون هي حاضرة، وحاضرة عسكريا وسياسيا وأمنيا في البلدان المحيطة بليبيا، وطبعا في ليبيا نفسها. الدولة الوحيدة التي وقفت إلى حد الآن ضد هذا المخطط هي الجزائر، التي دخلت في صراع مع الإماراتيين وسعت إلى أن تحد من نفوذهم، طبعا لأن الجزائر لها وزن اقتصادي وعسكري لا يستهان به، ولديها إمكانية أنها تتحدث من موقع القوة في هذه المجالات. ونعتقد أن التاريخ المنعطف في هذا الوضع، في هذا التمدد، يعود إلى أغسطس 2020 عندما وقعت الإمارات اتفاقا مع إسرائيل كما نعلم، وجرت معها دولا أخرى عربية لكي تقوم بنفس الفعل. يعني هذه التطبيعات أو علاقات التطبيع الأربعة، المسؤولة عنها طبعا مسؤولة عنها هي الإمارات من خلال هذه الرؤية الإقليمية التي تريد أن تجعل منها زعيمة للثورة المضادة. واضح تماما سيد رشيد، واضح تماما. سيد ميخائيل، إن كنا اعتبرنا هذا الاستثمار الاقتصادي الإماراتي المتنامي والمتصاعد في مصر قد يفهم منه، أو ما يفهم من كلامك أنه جاء لنجدة السيسي ولمساعدته على تجاوز مصر أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، لكن كيف نفهم السلوك الإماراتي سياسيا على الأقل؟ دائما ما تسير الإمارات في مركب يختلف ويتقاطع تماما مع توجه القاهرة. أضرب لك مثالا بإثيوبيا، وقوفها ومساعدتها في تمويل السد النهضة، ما هو متعلق أيضا بالسودان وليبيا الأهم. الآن الإمارات تشهد حالة من الانفتاح مع طرابلس، على العكس تماما هناك حالة من العدائية المستمرة بين القاهرة وطرابلس. ماذا يفهم من كل ذلك؟ يفهم من كل ذلك أن هناك عوامل كثيرة جدا تدور في الساحة العربية والخليجية ستكون لها مدلولات في المستقبل. ما أقصد بهذه الأحداث، دعني أتخذ من حرب غزة المحزنة نقطة البداية، my point of departure. الأطروحة اللي هقدمها كالآتي، وممكن نختبر منطقتها من عدم منطقيتها. حرب غزة أدت إلى تغييرات جيوبوليتيكية في المنطقة، هناك تغيرات جيوبوليتيكية عميقة في المنطقة وستستمر في هذا. يعني مثلا في تصالح مثلا مصري تركي، ده أحد أسبابه، مش بس العلاقة ما بين نظام السيسي والإخوان، لكن أيضا حرب غزة. فموضوع اتفاقية إبراهيم هيتغير محتوى، بحيث أن الإمارات هتمد نفوذها في دول زي المغرب، وده تم بتوقيع صفقة مهمة حلت محل جمهورية الصين الشعبية، وأيضا الاتفاق الأخير في مدينة رأس الحكمة. فالتوجه الجيوبوليتيكي الإماراتي لن يتجه نحو إسرائيل، بات نحو شمال أفريقيا أو المنطقة المتعرف باسم المغرب في المصطلحات السياسية.
لكن أعتقد أن أيضا هناك يعني أمريكا التي تحاول الاحتفاظ بالمعطيات الجيوبوليتيكية القديمة في المنطقة. فلا أعتقد أن أمريكا ستسمح للإمارات بأن تلعب دور كبير، خصوصا أن كان بعض هنا يعني علاقات قوية جدا ما بين أمريكا والإمارات، لا يمكن إنكار هذا. لكن سيكون أيضا هناك يعني نوع من أمور أو ملفات لا تريد أمريكا أن تتغير. يعني ممكن الإمارات تعترف بإسرائيل، ممكن الإمارات تستثمر في مصر، لكن أمريكا مثلا مش هتخلي الإمارات تلعب دور كبير جدا في السودان، مش هتخلي الإمارات تلعب كبير دور في إثيوبيا. يعني المشاورات الإماراتية الأمريكية، وربما يكون هذا أكثر وضوحا لو أتى ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض، ستحاول أيضا إعطاء مناطق معينة للإمارات لمد نفوذها، ومناطق أخرى لعدم مد نفوذها. وأنا أرشح لكن استفهام البلدان الأفريقية زي إثيوبيا و لكن استفهام يا سيد نبيل، بغض النظر عن مساحة التحرك الإماراتية وإن سمحت لها واشنطن بذلك أم لا، أنا استفهامي إن كانت الإمارات حريصة على ثبات السيسي هنا ومعالجة أزمات الاقتصادية، في المقابل تتحرك معه عكس التيار الذي يصير فيه السيسي، تدعم حميتي في السودان بينما مصر تقف إلى جانب البرهان، في ليبيا الوضع مختلف تماما، تتماهى أو تنفتح في علاقاتها مع حكومة الوحدة، ومصر يبدو حالة الخلاف مستمرة، فكيف يمكن هذا التناقض إن سميناه بذلك؟ في عجالة فقط حتى أنتقل للبقية. ده سؤال. نعم تفضل. دي نقطة مهمة، وأعتقد أن الأمر في السودان يتوقف على الأطراف المتناحرة. يعني لو في نوع من التفاهم بعض الشيء، ربما تسحب الإمارات من مواقفها المؤيدة لقوات الدعم السريع. لكن أقول أن التوجه الجيوبوليتيكي للإمارات يتغير نظرا لتغير الجيوبوليتيكس بتاع المنطقة. وأنا أعتقد أرشح أن تركيا ستلعب دور كبير جدا في صياغة العلاقات الدولية في الشرق الأوسط لفترة طويلة. تركيا بتبني قاعدة في الصومال، تركيا بتستثمر في مصر، تركيا بتتحدث مع مصر والكلام حول الإخوان في مصر، تركيا هي أكثر دولة دلوقتي بتهاجم إسرائيل في موضوع غزة. فهنا في أمريكا بيراقبوا التطورات دي، لذلك أعتقد أن هذا قد يعين الإمارات ملفات معينة وقد ينهي عدة ملفات أخرى للإمارات زي السودان وزي إثيوبيا وغيرها. لكن سيد صلاح البكوش، أنت ذهبت فيما مضى في جزء من نقاشك أو حديثك حول مسألة من باب المساعدة، مساعدة السيسي في أزمته الاقتصادية الحالية، لكن ألا ترى أنه هذا الاستحواذ على الأصول المتتالي من قبل الإمارات في مصر هدفه تحقيق هدف سياسي بعينه، توجيه القرار السياسي المصري باتجاه ما تريده أبو ظبي لأي تسوية كانت في المنطقة، تحديدا الآن في ليبيا؟ بكل تأكيد الإمارات ليست لديها قوة عسكرية كبيرة، وليس لديها قوة بشرية كبيرة أو صناعية كبيرة، لديها بعض النقود التي هي يعني كمية كبيرة بالنسبة للمنطقة، وتريد أن تستخدم هذه الأداة لخدمة مصالحها السياسية. يعني ليس لديها أداة أخرى تستخدمها. يعني هناك دول لديها رصيد أخلاقي يمكن أن تستخدمه، هناك دول لديها رصيد دبلوماسي كالجزائر تستطيع أن تستخدمه، والإمارات لديها رصيد مالي، وهي تحاول بهذا الرصيد المالي أن تثبت قيادات سياسية تخدم مصالحها وتتماهى مع أهدافها وغاياتها. يعني الإمارات تصالحت مع بشار الأسد وتحاول إنقاذ السيسي من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي قد تطيح به، وتحاول مد يد العون لحمداتي على أساس أن الطرف الآخر برهان قد يدخل في صفقة مع الأحزاب السياسية التي تنادي بالديمقراطية وما إلى ذلك، وقد يسلم السلطة في النهاية بعكس حمداتي، ولهذا تدعم حمداتي. فهذه هي الإمارات، علينا أن نتوقع
أن مد يد العون للسيسي ليس في مصلحة ليبيا. نعم استقرار مصر في مصلحة ليبيا، ولكن استقرار السيسي وهو ما تبتغيه الإمارات ليس في مصلحة ليبيا سياسيا على المدى القريب والمدى المتوسط. وبالتالي أنت ترى بأنهم الآن في ليبيا سياسيا على الأقل، إن سلمنا بأنه كل هذه الأموال التي تصرف أو تضخ في الخزانة المصرية هدفها بشكل أو بآخر توجيه القرار السياسي وفق ما تريده أبو ظبي، على الأقل السياسة الخارجية المصرية، الوضع في ليبيا كيف يبدو سياسيا؟ هل تبدو القاهرة وأبو ظبي مختلفتان كما هو الحال في السودان، أم متفقتين تماما ولا حاجة لإجراءات أخرى قد تقدم عليها أبو ظبي؟ لا أعتقد أنهما مختلفتان كثيرا، يعني هما يتفقوا على إيجاد نظام يكون الكثير من الود لكل من النظام المصري والنظام الإماراتي، وهو بالتالي ليس شيء جيد بالنسبة لليبيا، لأن ما يريده السيسي وما يريده الإماراتيين هو نظام دكتاتوري يستطيعون التعامل معه، لأن ليس لديهم نظام ديمقراطي في الإمارات وليس هناك نظام ديمقراطي في مصر، ويريدون نظام غير ديمقراطي في ليبيا، فهذا شيء سيء بالنسبة لنا. ومساعدة الإماراتيين لمصر لا يختلف عن مساعدتهم لحفتر لكي ينصبوه رئيسا في ليبيا، وبالتالي يصبح موالي للإمارات ودكتاتور تقدر تستطيع أن تتفق معه مع شخص واحد، ليس هناك أحزاب، ليس هناك منظمات مجتمع مدني، ليس هناك أي شيء آخر. فهذا ما تبتغيه الإمارات، تريد نظم تتشابه معها في مصر وفي سوريا وفي السودان وفي ليبيا، ولديها البحرين ولديها وحاولت يعني أن تقوم بذلك يعني في اليمن، سيد ولكنها فشلت عسكريا. هل, هل, هل من العقلاني اليوم أن نفكر في مسألة الربط؟ نعم. ما بين هذا النشاط العسكري الحاصل في مصر، التواجد العسكري الإماراتي المستمر، وهذا النشاط الاقتصادي في غرب مصر، أنا أقصد النشاط العسكري في ليبيا تحديدا في شرق ليبيا، ما الذي يمنعنا أن نربط بين هذين التوجهين أو المسارين، وإن كان نتحدث عن منطقة متصلة جغرافيا الآن بين ليبيا ومصر؟ هم يعني صبان في نفس الهدف، يعني مساعدة حفتر ومساعدة السيسي، يعني الرجلين يعني من الواضح الرجلين عسكر، ورجلين يطمحان إلى تأسيس حكم الرجل الواحد، وهو ما يخدم مصالح الإمارات. الإمارات ترى في أي نظام آخر نظام إسلامي إخواني ما إلى ذلك، وعلى هذا الأساس تحاول أن تدعم حميداتي وحاولت أن تدعم الآخرين في اليمن. ففي تصوري أن الإمارات يعني ما تقوم به يعني متوقع، استخدام قوتها المالية لدعم أنظمة تستطيع أن تقيم معها علاقات ودية، ولا وهي لا تريد النظم التي نتجت أو كادت أن تنتج عن الربيع العربي، وتحاول وائد هذه الثورات في مهدها عن طريق هذه التحالفات مع حفتر، مع السيسي، مع حمداتي وما إلى ذلك. وبالتالي سيد إبراهيم هيبة، هذين المشروعين بين النموذج العسكري الداعم لحفتر وما ظاهره واضح ليس في حاجة هناك لذكر وتكرار هذا النموذج، وبين هذا النموذج الاقتصادي الداعم لمصر في مناطقها الغربية من حدودها، هل يمكن بالفعل الجمع بين هذين النموذجين في هدف واحد؟ ما ذهب إليه السيد صلاح البكوش هنا دعم السيسي من جهة أخرى من جانب، ودعم خليفة حفتر من جانب آخر حتى يسيطر على النظام ويصبح حاكما لهذه الدولة. هو أنا أختلف قليلا مع أستاذ صلاح، يعني هو أنا بتقديري أن الإمارات هي تبحث عن فرص اقتصادية، الحصول على فرص اقتصادية استراتيجية كبيرة في المنطقة تتطلب أن يكون لديك حلفاء سياسيين لكي تضمن الحصول على هذه الفرص واستمرار
هذه الاستثمارات بشكل بدرجه الاولى. فمثلا على سبيل المثال مثلا في عهد القذافي يعني الامارات كانت تسعى لان يكون لها مشاريع اقتصاديه في ليبيا. هذا لا يعني ان الامارات كانت تدعم نظام القذافي بدرجه الاولى وقد ساهمت في اسقاط نظام القذافي، ولكن عندما اتيحت لها فرصه في القيام بمشاريع اقتصاديه كبيره يعني استغلت هذه الفرصه، وكان لها دور ايضا لبناء مشاريع اقتصاديه اخرى في مصر، لهذا ليس المشروع الاول بتقديري. ولكن من الجانب السياسي ايضا لا اعتقد ان الامارات تسعى الى فرض نوع معين من الانظمه السياسيه، ولكن من ناحيه سياسيه انا اعتقد ان لديها يعني جل المعارضة الإماراتية تاريخيا، إذا كانت هناك معارضة حقيقية وهي ليست معارضة كبيرة، هي تنتمي إلى جماعة تيار الإخوان المسلمين، وبالتالي هي دائما تقف في الصف اللي يقف ضد تيار الإخوان المسلمين، لأن تيار الإخوان المسلمين أيضا يقف ضد دائما في معظم الأوقات هو ضد سياسة الإمارات المتحدة. وبالتالي دعم الامارات او نظام الامارات او الامارات المتحده لنظام السيسي او للسيد حفتر او لدول اخرى في المنطقه في البحرين في السودان منطلقه هو عدم رغبه الامارات في وصول تيار الاخوان المسلمين الى السلطه. وبالتالي بالطبيعي هي ليست دوله ديمقراطيه، لا يوجد دوله يعني حتى الدول الديمقراطية في تقديري حتى الولايات المتحدة الأمريكية دول أوروبية تركيا لا تدعم التحول الديمقراطي في المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمطلق، يعني دائما تبحث عن مصالحها، ربما تتعارض مصالحها مع نظام سياسي معين وتسعى إلى إسقاطه كما حدث في ليبيا كما حدث في مصر في اليمن في سوريا في أماكن أخرى في أفغانستان في أماكن، ولكن الهدف ليس تغيير نظام الاستبدادي بنظام ديمقراطي بناء نظام ديمقراطي، ولا لا راينا مساعده لكن المساعي الاماراتيه في اصلاح النظام الى بناء نظام ديمقراطي. يا سيد ابراهيم، الهدف الاساسي هو مصالح سياسيه واقتصاديه بالدرجه الاولى. نقطتان فقط، الاولى متعلقه بانه الامارات قد لا تسعى الى اقامه اي نظام جديد ايا كان شكله، لكن تجربه 2019 اثبتت عكس ذلك يا سيد ابراهيم. الامارات سعت فعليا وساعدت خليفة حفتر في محاولات الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني، مدته عسكريا، تمتلك الآن تسيطر على قواعد عسكرية، لديها جنود كانوا في ممضى في قاعدة الجفرة يديرون غرفة عمليات إلى غير ذلك. فإمارات فعليا حاولت في ليبيا إقامة هذا النظام المشابه قد ينظر إليه لأنه شبيه بنظام عسكري في مصر. هذا واضح. سؤال مهم، سأذهب معك النقطة الأخرى فيما بعد. تفضل سيد إبراهيم حتى تجبني في عجالة، لأن لدي نقطة أخرى فقط. حتى أختم بها معك. قبل أن تقل سيد رشيد، هو الصراع في 2019 ليس بين تيارين، تيار يؤمن بالديمقراطية وتيار آخر يؤمن بنظام الاستبدادي. التيارين لا يؤمنون بالديمقراطية، فإذا الصراع من أجل ماذا؟ هل دعم الإمارات من أجل لتيار سياسي معين مثل السيد حفتر لأنه لا يؤمن بالديمقراطية، أم أن لديها مصالح في أن يكون لديها نفوذ على تيار سياسي معين من أجل تلبية مصالح سياسية واقتصادية مستقبلية؟ الجانب الآخر، التيار الآخر اللي كان ضد خليفة حفتر مثلا، اللي تلقى الدعم من أنا أعتقد من الولايات المتحدة الأمريكية ومن تركيا، هل كان ذلك التيار الخلفي الكبير الدولي اللي هو تركيا والولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى مساعدة هذا التيار من أجل أن تنجح تجربة ديمقراطية؟ لا يوجد أي من التيارين يدعم التحول الديمقراطي في ليبيا، ولكن هناك مصالح سياسية متعلقة سواء كان داخلية داخل ليبيا أو مصالح إقليمية ودولية. وبالتالي الصراع في ليبيا هو ليس صراع من أجل بناء نظام ديمقراطي، ولا يوجد مقومات لبناء نظام ديمقراطي في المنطقة. خذ الكلام الرسمي، لا يوجد مقومات لبناء نظام ديمقراطي سواء كان في منطقه شمال افريقيا او في الشرق الاوسط وفي مصر في الامارات في ليبيا في السودان، لا توجد مقومات لبناء نظام ديمقراطي. الديمقراطيه ليست يعني وصفه سحريه ممكن ان تنمو في نهار. الديمقراطيه زي الشجره، تغرسها وتعتني بها تاخذ وقت طويل عشان تنبت وتمد جذورها وتكبر وتنمو وكذا. وكانك تسلم مبكرا يا سيد ابراهيم بانه الحكم العسكري او الحكم الدكتاتوري حكم الفرد الواحد هو الاقرب
نموذج يمكن تطبيقه الآن في المنطقة انطلاقا من رأيك؟ لكن أنا أبحث ما زلت عن إجابة ربما حتى يجيب علي السيد رشيد خشانة، هو مسألة الربط ما بين السلوك العسكري، التواجد العسكري في الشرق، شرق ليبيا، وبين هذا الدعم الاقتصادي والتواجد الاستثمار الاقتصادي في غرب مصر على منطقة جغرافية واحدة ومتآخمة. على كل، أنا سأبحث عن إجابة ربما يجيب عنها السيد رشيد خشانة في هذا الجانب. مسألة الربط بين هذين النموذجين في منطقة جغرافية متآخمة، منطقة جغرافية واحدة بين مصر وليبيا. إن تحدثنا عن التواجد العسكري في شرق البلاد، شرق ليبيا أقصد هنا، وإن تحدثنا عن نموذج اقتصادي يسعى إلى تضخيم الاستثمارات أو ما يسميه البعض بنجدة السيسي من أزمته الاقتصادية المتفاقمة. هذه في الحقيقة ملامح الاستراتيجية الإماراتية في المناطق التي تتمدد فيها، والتي هي كما ذكرنا أفريقيا، ويعني من تقريبا من الصومال إلى موريتانيا، يعني كل هذا الفضاء المتسع بما في ذلك السودان. طبعا هناك حضور قوي عسكري وسياسي ودبلوماسي لدولة الإمارات. لا ننسى أنه في إطار هذه الاستراتيجية نسجت الإمارات شبكة من الإعلاميين الذين يشكلون يعني بوقا يجمل السياسات الإماراتية ويحاول يعني إقناع الرأي العام العربي بوجاهتها وبالمكاسب التي يمكن أن نحققها من التطبيع مثلا بحسب يعني ادعاءاتهم. أيضا الإمارات تستخدم في تنفيذ هذه الاستراتيجية العسكرية والسياسية السياسيين، شبكة من السياسيين العرب من بلدان مختلفة، كان أشهرهم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي أمضى في الإمارات 20 سنة قبل أن يعود إلى الجزائر رئيسا. أيضا النموذج الآخر هو نموذج محمد دحلان الذي تسعى الإمارات بكل الوسائل لفرضه على رأس السلطة الفلسطينية في مكان أبو مازن، وهذا معروف طبعا من زمان. أكثر من هذا حتى نربط مع سؤالكم قبل قليل، الإمارات تشتري السلاح لقوات حفتر. عندما دخلت قوات الثورة الليبية إلى مدينة غريان وهرب الخبراء الفرنسيون الذين كانوا في هناك يهاجمون المدينة الليبية، وجدوا صواريخ ما زالت في صناديقها. هذه الصواريخ هي صواريخ فرنسية من نوع جافلون، ويعني كانت تستخدم في محاولة الدخول إلى طرابلس ويعني الاستيلاء عليها. هذه الشبكات المتداخلة، شبكة السياسيين وشبكة الإعلاميين الذين يجملون صورة السياسة الإماراتية، كلها تصب في الحقيقة كما قلنا في إطار يعني خدمة الثورة المضادة. وساعدت الإمارات في عدة بلدان تحققت فيها الثورة مثل تونس ومصر وغيرها إلى بكل الوسائل إلى دعم الشق الذي يريد أن يعود بنا إلى الوراء من أجل أن تقضي على المكاسب التي تحققت. وهنا أختلف قليلا مع الصديق الذي كان يتكلم قبلي، يعني ليس صحيح أن البلدان العربية وخاصة شمال أفريقيا كما قال يعني ليست مؤهلة لكي تكون تنتقل إلى وضع ثوري. طبعا العملية الانتقالية هي عملية صعبة جدا ومتداخلة، ولذلك ممكن تأخذ وقتا، ممكن تصير هناك انتكاسة إلى الوراء في فترة معينة ثم يعود المد الثوري من جديد. هذا شاهدناه في أمريكا اللاتينية عندما انهارت الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية، ورأيناه في أوروبا الشرقية والوسطى أيضا عند انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وعندما يعني شبت هذه الدول عن التوق الذي كان يسيطر عليها. فمن هذه الصورة أنا أعتقد أنه يعني الإمارات كما يعرف الجميع عندها عدو رقم واحد هو الإسلاميون في البلدان العربية والإسلامية. وهناك حرب مفتوحة تقودها هي من ناحية، وتشجع الحكومات والأنظمة القائمة على أن تسير في نفس المسار وهو محاربة هذه القوى. لكن حتى لو كان يعني بالمنطق العادي، ولكن هي معركة وهي حرب واضح. لا تفهم ما هي مدى دوافعها ومقدمتها. خاصة أن الحركة الإسلامية في الإمارات
حوالي 240 متهم في محاكمة شهيرة وضع فيها كل هؤلاء الإماراتيون وليسوا وافدين، يعني هم أبناء البلد، واضح. وضعوا في السجون منذ ذلك الوقت ولم يرد أحد يتكلم عنهم. واضح تماما سيد رشيد. سيد نبيل ميخائيل، الحديث الآن عن مسألة مصير السكان المحليين لهذه المنطقة الذي سيقام فيها هذا 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 المشروع، في ظل الحديث عن مسألة عملية إجلائهم، كيف ستتم عملية التعويض بالنسبة لهؤلاء من قبل الحكومة المصرية، ما مصير هؤلاء السكان لهذه المناطق المتآخمة إلى ليبيا في هذه الحالة؟ إلى أين سيتم توجيههم ربما، رغم أنه هذه التساؤلات بقت بلا إجابة حتى هذه اللحظة؟ لا أعتقد أنها مشكلة عويصة، لأن الحكومة المصرية لها خبرة في هذا الشأن. عندما أرادت حكومة الرئيس السابق حسني مبارك التخلص ما كان يعرف باسم العشوائيات أو المناطق يعني غير الصالحة للسكان في عدة مدن كبرى وبالذات العاصمة القاهرة، تم تعويضهم. تحدث في هذا الشأن الرئيس المصري، زوجته سوزان وغيره، فأعتقد أنها ليست قضية هامة. سيتم تعويضهم، ربما أيضا يكون لهم نصيب في بعض الوحدات السكنية التي ستبنى، ويكون هذا دعما، لأن حيبقى طبعا سعر العقار غالي عليهم. لا أعتقد أنها قضية خطيرة، الحكومة المصرية ستجد مخرج لهذا الأمر، ولا أعتقد أنها ستسبب حالة اعتراض أو بروتست داخل مصر سواء من قبلهم أو من جماعات أخرى. وبالتالي سيد صلاح البكوش، وجاهت المخاوف من استغلال هذا التعداد السكاني ليبيا القليل مقابل فكرة توطين سكان هذا المشروع وتهجيرهم أو إجلائهم إلى ليبيا وتسكينهم في ليبيا، ترى هذه المخاوف واقعية أم بعيدة؟ أعتقد أنها بعيدة، لأن المنطقة رأس الحكمة 300 كيلو متر من مساعد من الحدود الليبية، فهي ليست قريبة جدا من الحدود الليبية. ويقول الرئيس أو تقول الحكومة المصرية أنها ستبني لهم مدينة أو قرية جديدة جنوب غرب رأس الحكمة، يعني بعيدا عن البحر عن الشواطئ، في منطقة صحراوية، وسيقومون باستصلاح أراضي وما إلى ذلك. ونحن نعرف أن الفقراء دائما وخاصة في مصر يتحصلون على أسوأ الصفقات. ولكن أنا أريد أن أعلق، يعني صديق العزيز إبراهيم عندما يقول بأن غير مؤهلون وهذه وما فيش حرب بين من يريدون الديمقراطية ومن لا يريدون الديمقراطية، لا، هناك حرب يا إبراهيم، هناك حرب. يعني لا تستطيع أن تصف حفتر بأنه لا يريد الديمقراطية والآخرين اللي حاربوا في حفتر لا يريدون الديمقراطية، ونحن محكوم علينا بأن لا نكون نعيش في دولة ديمقراطية. فما الذي يعني هل تقترح بأننا نعيش إلى الأبد تحت حكم عسكري أو تحت حكم دكتاتوري لأننا غير مؤهلين، أو ننتظر من دكتاتور أن يؤهلنا لحكم لدولة ديمقراطية؟ يعني هذا كلام غير معقول. قد لا تكون الموازين متكافئة، وقد لا تكون القوة التي تدافع عن الديمقراطية كبيرة جدا وما إلى ذلك، ولكن هناك صراع بين قوة ديمقراطية وقوة تريد أن تعود بنا إلى مرحلة الاستبداد، ومنها حفتر بدعم إماراتي مصري، ولهذا مصر تدعم السيسي وتدعم حفتر وتدعم حمدتي وتدعم بشار الأسد وتدعم القوى الغير ديمقراطية في اليمن. هذا ما يحدث الآن في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تلعبه الإمارات، وتستغل ضعف هذه الدول وحاجتها إلى المال، هذه الأطراف السيسي الأسد حمدتي حفتر تستغل ضعفهم وحاجتهم إلى المال لتنفيذ أجندة سياسية. هذا يعني، لكن هو يقول لك يا سيد صلاح، يقول لك مقومات في هذا الاستوديو لا نختلف، لكن يقول لك السيد إبراهيم بأنه مقومات إقامة نظام ديمقراطي في المنطقة وحتى في ليبيا تحديدا غير 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 متوفرة، ومن يرفعون شعارات الديمقراطية وينادون بها غير جادين وغير حقيقيين في كلامهم.
يا سيدي، أنا لست متخصص في العلوم السياسية، ولكن إبراهيم والأستاذ الفاضل من جورج واشنطن أعتقد نعم يعرفون، علماء سياسة، ويعرفون بأن أثينا مهد الديمقراطية كان أقل من 1% من السكان يعرفون القراءة والكتابة. فما هي مقومات الديمقراطية؟ ما هي المقومات التي يحتاجها الإنسان لكي يتم تداول على السلطة ولكي يعيش حرا؟ لقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. مش نقدر راجعنا في أن إلى أن يؤهلني قوة خارقة أو دكتاتور لأن أكون ديمقراطيا وأعيش في دولة ديمقراطية. يعني هذا يعني هذا ترفع ومحاولة مكابرة ضد الناس البسطاء الذين يريدون الديمقراطية وليست لديهم شهادة دكتوراه. هذا من السيد إبراهيم هيبة. أنا سأعطيك إن كنت تود الرد أو التعليق على ما ذكر السيد صلاح البكوش هنا، لكن عندما نتحدث عن مسألة تطوير المواني في منطقة رأس الحكمة، ودائما ما يقال، هناك قول شهير بأنه دائما فتش على المواني ستجد الإمارات هي من تستثمر في أي ميناء. ألا تعتقد أن انطلاقا من هذا المشروع ربما تفكر الإمارات جديا في الاستحواذ على موانئ بعينها في ليبيا، تحديدا ربما المناطق الشرقية، حتى تنشئ مناطق حرة في هذه الموانئ، ويتكرر لدينا نموذج مشابه في دول عدة حدث فيما مضى؟ هذا التخوف واقعي تراه أم مستبعد؟ هو لو تسمح لي استاذ نبيل، خليني نعلق على سؤال انت طرحته الاستاذ صلاح هو في الاول، وهو مخاطر تهجير بعض المصريين او جزء كبير من المصريين الى ليبيا. انا اعتقد ان هذا سؤال جدا شرعي ومهم. يعني ليبيا كما يعلم الجميع يعني محاطه بدول، هي ليبيا غير مستقره في الاساس، ولكن ايضا محاطه بدول غير مستقره للاسف الشديد. والاقليات العابره للحدود، او الاقليات ان نسميها الاقليات العرقيه، او يسموا فيها بالانجليزي ترانس بوردر اثنيك، الاقليات اللي تلقاها يعني مشتته ومقسومه ما بين عده دول، هذه تشكل خطر حقيقي في الحقيقه على الاستقرار الدولي وعلى استقرار الدول، خصوصا دوله زي ليبيا، دوله هشه لا يزال الامن لم يستتب بعد، ولا يزال النظام السياسي لم يتم بلورته وبلورة معالمه والمؤسسات لكي يستقر. وبالتالي في تقديري أن هناك مخاطر حقيقية في هذا الجانب، سواء كان من مصر، من السودان. أنا أعتقد أن هناك مخاطر حقيقية وكبيرة، والسودان لعبت دور كبير في زعزعة أمن ليبيا منذ فترة طويلة، التشاد، النيجر، وأيضا حتى من مالي ومن الجزائر. وبالتالي أنا أعتقد الدول الطوق المحيطة بليبيا تشكل خطرا حقيقيا على ليبيا من هذا الجانب، ان تدفع باقليات او بجماعات للهجره الى ليبيا والاستقرار في ليبيا. وحدث هذا في الماضي بهجره الكثير من الاقليات من السودان، من النيجر، ومن تشاد الى ليبيا، وحتى من مصر. وبالتالي تهجير او جزء من المصريين، نعتقد هذا الامر وفق السياسه المصريه او ما يدار خلف الكواليس مطروح، أن يتم يعني تهجير جزء من المصريين اللي لديهم ارتباط بالليبيين داخل ليبيا. هناك قبائل مشتركة تعيش جزء منها في ليبيا، وقبائل جزء منها يعيش في مصر. وبالتالي يعني دفع جزء من المصريين اللي لديهم ارتباطات عرقية أو قبلية بليبيا للعيش في ليبيا والذهاب إلى ليبيا وأخذ الجنسية الليبية أو الاستقرار في ليبيا. أنا أعتقد أن هذا ممكن أن يحدث، وهذا احتمال وارد ترى، يشكل خطر. أنا أعتقد أنه ممكن وأنه وارد. هل يعزز ذلك العلاقة ما بين حفتر والنظام المصري؟ هذا يمكن أن يعزز هذه المخاوف؟ أنا لست من الناس اللي خافوا من السيد حفتر أو من السيدة دبيبة أو من المشاكل، لكن أنا أعتقد أن عدم استقرار دولة ليبية يعني يخدم مصالح هذه الدول المحيطة بليبيا، وعلى رأسها مصر والسودان وحتى تشاد أنا في تقديري، والنيجر، وحتى الجزائر بشكل أنت لا تتصوره. هناك مصالح حقيقية في دفع كثير من الأقليات
الاستقرار في ليبيا، وبالتالي خلق استقرار في تلك الدول على حساب الدولة الليبية، وبالتالي خلق وجعل ليبيا منطقة وكأنها تتكون من أقليات عرقية متنوعة، وبالتالي تخلق نوع حالة من حالة عدم الاستقرار في ليبيا. أنا أعتقد أن هذا الموضوع يعني جدا خطير ومتعلق بالأمن القومي الليبي، ولا أعتقد أن هناك أضواء سلطت عليه سواء كان في الماضي أو حتى اليوم للأسف الشديد في ظل يعني عدم استقرار الدولة الليبية، وهذا قد يقود إلى زعزعة هوية الدولة الليبية وهوية المواطن الليبي، وبالتالي خلق مشاكل سواء كان على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأمني، على مستويات كثيرة أنا بتقديري في ليبيا، وهذا أمر خطير. لذلك أن ليبيا مساحتها كبيرة وعدد سكانها قليل، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الأمر حساس ويجب أن يحظى باهتمام وأولوية لصانعي القرار السياسي للأسف الشديد في ليبيا اللي هم منقسمين في الأساس. هذا من جانب. الجانب الآخر، أنا يعني أؤمن بأن الديمقراطية هي يجب أن تعم في المنطقة الصلاح، ولكن أنا أعتقد أنه لا يوجد تيار ديمقراطي وطني في ليبيا، ولا يوجد تيار ديمقراطي وطني حتى في. أنا أرجو أن تبقى تحتفظ في هذه النقطة، فقط سأعود لك فيما بعد، لكن فقط لأنه الحجز مع السيد نبيل ميخائيل سينتهي معنا بعد دقائق، ومن ثم سأعودك حتى ترد وأعطيك المساحة. سيد نبيل ميخائيل، أذهب بك إلى نقطة قبل أن أختم معك حول مسألة إمكانية احترام مصر لسيادة ليبيا في أي خطوات قادمة انطلاقا من هذا المشروع. لو ضربت لك مثالا برسم مصر لحدودها البحرية مع ليبيا بشكل أحادي، أيضا وزارة النفط الليبية استنكرت سابقا تعاقدات مصرية مع كوريا الجنوبية لمد خطوط نفطية عبر ليبيا دون علمها، وهذا البيان موجود. أمام هذه المعطيات، هل في نظرك يمكن أن تحترم مصر سيادة ليبيا في أي خطوات دون أن يحدث أي تجاوز في هذه الصفقة أو غيرها؟ دي أسئلة في غاية الأهمية تحتاج إلى حلقات طويلة لمناقشتها، لكن مبدئيا أقول أن مصر لن تصعد أي خلاف مع ليبيا سياسيا، ولن يتطور هذا الخلاف إلى صراع عسكري. وإذا كانت هناك خلافات حول الحدود البحرية والمياه الإقليمية ومد خطوط أنابيب، وحدث فعلا يعني أدى هذا إلى أزمة، أعتقد أن أطراف عربية هتحلها خلال إطار الجامعة العربية أو وسطات منفردة. وفي نفس الوقت أيضا مصر ستؤكد أنها لديها نيات طيبة نحو ليبيا والشعب الليبي، وستشرح أن اتفاقية رأس الحكمة ليست موجهة ضد ليبيا. لكن كل تلك التطورات أعيد وأقول تجرى وتتم تحت مفهوم استراتيجي هام، ألا هو أن الجيوبوليتكس في المنطقة بعد حرب غزة تتغير، وبالتالي ستكون هناك أطراف أخرى تؤثر في مصر مثل تركيا. وأنا أعول على ما ذكر من احتمال اتفاقيات اقتصادية مصرية تركية أكثر من اتفاقية رأس الحكمة، لأنه معناه تصاعد الدور التركي في مصر والدور التركي في شمال أفريقيا ربما، وفي الصراع العربي الإسرائيلي وبالذات حرب غزة الضروس. شكرا جزيلا لك سيد نبيل ميخائيل، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن. أعود مرة أخرى إلى سيد إبراهيم هيبة، فقط تعليق على ما ذكر السيد صلاح البكوش بين النظامين الدكتاتوري والنظام الديمقراطي، أي منهما سيقام في ليبيا تحديدا؟ المنطقة الباب والنقاش فيها واسع، لكن في ليبيا أي من النظامين أكثر واقعية بالنسبة لك ويمكن أن يرى النور في القريب؟ هو للأسف السدبيل، أنا في تقديري يعني خلال مراقبتي للوضع الداخلي الليبي، وأنا أعرف تركيبة المجتمع الليبي والتركيبة السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية في ليبيا، أنا أعتقد أن الصراع في ليبيا ليس صراع بين تيارين، تيار ديمقراطي وتيار استبدادي، لا يوجد صراع بين تيارين. أنا أعتقد أنه لا يوجد التيار الديمقراطي غائب بكامل عن ليبيا، الصراع هو صراع على السلطة وصراع على واردات النفط في ليبيا، وبالتالي أنا أعتقد أن مقومات الاقتصادية المجتمع الليبي اللي هي أساس بذرة الديمقراطية في تقديري هي مبنية على أساس الأويل إن جاز يسموه فيها، على النفط والغاز، أي رنتير ستيت يسموه فيها، فهي دولة معتمدة على النفط والغاز بالدرجة الأولى، وبالتالي الدولة زي ما قلت بقت المناسبة توكلك وتشربك وتوفر لك الخدمات يا اما مجانيه يا اما مدعومه من الدوله، وبالتالي
يعني الاساس الديمقراطي غير موجود. انت مش انت اللي توكل في، مش انت اللي تصرف على الحكومه، مش انت اللي تدفع في الضرائب. نعم. من اجل انك انت يكون لك حق في صنع السياسات العامه او في انتخاب او في يعني رسم سياسه الدوله الداخليه والخارجيه، وبالتالي الدوله هي اللي تستعبد المواطن. وبالتالي انا في تقديري ناهيك عن الاساس القبلي والاجتماعي في ليبيا والارث الاستبدادي في ليبيا والارث الابوي والقبلي والمجتمعي، هذه كلها تعيق عمليه التحول الديمقراطي. وبالتالي الصراع انا في تقديري صراع بين تيارين استبداديين. تيار يؤمن بان يعني يخرج من تاريخ السياسي الليبي خلال 40 50 سنه الماضيه، وهو يؤمن بحكم الفرد. وهناك تيار اخر في تقديري وهو أسوأ من حكم الفرد، انا في تقديري يؤمن بحكم الاقليه، وهذا أسوأ حتى من حكم الفرد. وبالتالي انا في تقديري وهو قائم على اساس الحكم الطوائف. نعم. او العشائر او قاده الجهويات والمناطق. نعم. وبالتالي انا في تقديري لا يوجد، انا اتمنى يكون في تيار وطني ديمقراطي في ليبيا، ولكن انا اعتقد انه غائب بالكامل وغير مسموح له. هو النقاش كثير حول هذه النقطه. ولا في ثواني سيد نبيل، ولا اعتقد انه للاسف الشديد يعني حتى الدول اللي ساهمت مساهمه كبيره في اسقاط نظام القذافي كانت لديها الرغبه الحقيقيه في مساعده الليبيين لبناء نظام ديمقراطي، ولكن كانت لديها تصفيه حسابات مع النظام القذافي، وبالتالي ما سقط نظام القذافي تركت الليبيين حتى نغلق القوس فيما يتعلق هذا الجانب، فقط من باب اتاحه الرد والرد المضاد على ما طرحته انت سيد صلاح البكر. نعم، سياخذ وقت طويل ونقاش اخر. ربما سيكون حلقة من حلقات حوارية الليلة. لكن سيد رشيد خشانة، في نظرة الضيوف بين من اعتبر أنه إمكانية إجلاء السكان وتسكينهم في ليبيا سواء من منطقة هذه المنطقة التي سيتم الاستثمار فيها إماراتيا، بين ما يراه مستبعد وبين ما يراه يبدو أنه فرضية قائمة، هل يبدو لك بأنه إمكانية التغيير الديمغرافي للمناطق الحدودية مع مصر يمكن يصبح واقع معاش لو نظر إلى العلاقة ما بين مصر والجهات العسكرية وحتى السياسية التي تهيمن على الوضع في شرق البلاد؟ أي من التصورين أكثر واقعية بالنسبة لك؟ أنا أعتقد أن التصور الذي يقول أن يعني بالنسبة للسلطات المصرية، في تقديري كل سلطة مهما كانت حتى لو كانت استبدادية وديكتاتورية فإن هناك حدودا ترسمها لنفسها، لأن الوضع يتغير ينقلب إلى عكسه إذا هي مضت في هذا الخيار. وأقصد بهذا الخيار هو هذا النقل للسكان الذي سيكون له رد فعل قوي من السكان الليبيين، وبالتالي تخشى السلطة أن تصبح هذه المنطقة منطقة عدم استقرار وعنف وقتال. فلذلك يعني لا أتوقع أن يعني يكون هناك فرض بالقوة لأي خيار من الخيارات المطروحة الآن. سيد صلاح البكوش، لو أردنا أن نقارن بين التجربة الإماراتية الآن مع مصر في محاولتها للتغلغل في الاقتصاد وهي تعمل وسعت في ذلك، إلى النموذج الليبي، على الأقل ما قيل عن مسألة صفقة تطوير حق الأحمادة التي كانت ضمن ائتلاف شركات متعددة، توتال وإيني ومعهم شركة إماراتية وأيضا شركة تركية، هذه الصفقة التي قيل بأنها حتى الآن تبدو معطلة وهناك جهات متعددة تعترض عليها. لو انطلقنا من هذا الملف، إلى أي درجة نحن نقترب من النموذج المصري بالنسبة للتغلغل الإماراتي في الاقتصاد من بوابة تطوير حق الأحمادة؟ ترى الأمر كذلك؟ لا أعتقد أن تطوير حق الأحمادة هو محاولة إماراتية للدخول الاقتصادي إلى ليبيا بعد أن حاولت السيطرة عن طريق وكيلها خليفة حفتر، وحاولت القيام بذلك ولقت نوع من الاستجابة من طاقم المستشارين المحيط بالسيد دبيبة، ولكن أعتقد أن الضجة التي أثيرت والسخط الشعبي أفشل تلك الصفقة، ولكن ستحاول الإمارات مرة أخرى مع هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى لو وجدت لدى حكومة حماد ما يكفي من الأموال
أو ما يكفي لكي تمنح امتيازات كبيرة لعقد الصفقة مع حكومة حماد. فهذه هي الإبرات، هذه هي الأداة التي لديها وتريد استغلالها بقوة في المجالات السياسية. نعم. لأن بعض الدول تستغل في إمكانياتها العسكرية والبشرية كما ذكرت سابقا أو ما إلى ذلك، ولكن الإمارات ليست لديها تلك الإمكانيات، فلديها المال وتحاول أن تتحصل به على حجم سياسي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد صلاح البكوش المحلل السياسي، كما أشكر ضيفي أيضا أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة سيد إبراهيم هيبة كان معنا عبر سكايب من واشنطن، والشكر أيضا لضيفي عبر الهاتف كان معنا من تونس مدير مركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا سيد رشيد رشانة. دمتم بالخير مشاهدينا.